عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ تكملة لإيه اللوبس، هنعمل المرة دي لوب بس طريق تاني غير الفور، ألا وهي الوايل لوب. طيب ازاي الوايل لوب؟ هي نفس فكرة الفور بالظبط، بس السنتكس بتاعها أو الطريقة مختلفة شوية. هي هنا معناها ايه؟ المتغير بتعرفه هنا الأول، مثلا زيرو اللي هو الانتكس، بعد كده هقوله وايل، نفس الفكرة عندك هنا، يا اما تدوس على التاب يا اما تعملها مانوال، بس انا هكتبها مانوال. الوايل بقى بتبقى عبارة عن جزئين فقط لا غير. احنا هنا في الفور عندنا 3 اجزاء، الوايل جزئين بس. هنا بقوله لو الشرط الكونديشن، طيب هنا هقوله اللي انا عايزه، اعمل لي كذا برنت مثلا اكس. طب واخر حاجة اخر سطر بيبقى الانكرمنت والديكرمنت. حد فاهم حاجة؟ فور لوب كان عندك عبارة عن 3 اجزاء، جزء المتغير، جزء الكونديشن، جزء الانكرمنت. الوايل هي عبارة عن جزئين بس، جزء الكونديشن جوه الكوز، جزء الانكرمنت او ديكرمنت تحت جوه البراكت، ويبقى يفضل انها تكون اخر سطر. يعني هنا لو عملت ران زي ما انت شايف كده عمل اللوب. طيب هنا ما وصلش ل99، اعمل يساوي ران نفس الفكرة. طب في حاجة بقى هنا ومهمة جدا عشان انا ما قلتهاش في الفور لوب وممكن اقولها لك هنا، انا لو عملت الاكس ب100 وهنا لو عملت الشرط اكبر من او يساوي 100، تخيل اللي يحصل. تعالى كده ترجم، الاكس تساوي 100، طيب الشرط هل الاكس اكبر من او يساوي 100؟ اه، هتفضل تعد. ده معناه ايه؟ هو هيفضل يعد الى ما لا نهاية، ولو عد الى ما لا نهاية هيحصل لك مشكلة والجهاز هيقف، وساعتها هيحصل مشكلة كبيرة جدا في البرنامج بتاعك. فخلي بالك من النقطة دي، لازم الشرط يكون في حاجة توقفه، اوعى تفتح الشرط الى ما لا نهاية، ساعتها البرنامج بتاعك هيبوظ. ده الوايل لوب بكل بساطة، هي نفس فكرة الفور لوب، بس الوايل بتتقسم لجزئين، جزء الشرط جوه القوس والجزء الانكريمنت والديكريمنت تحت. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.